زين مثلا اذا هي بها رينج معين وتعبر انه مراتب يعني يهملوها يعني ما تحس بها. شوف يعني شو السبب الفكره بها مالها شو؟ خاف خاف قصدك يعني مثلا انت تقول بعد انه يعني انت تحكي على انفكشن؟ ايه على انفكشن. اكو بالمختبرات بكتيريا توصل لحد معين تقوم زيادتها بعد نفس الشيء هي توصل لهذا هذا مثلا انت ميزان عندك بوزن 40 كيلو تمام؟ مثلا وصل ل 20 صار بي انفكشن ما يحتاج احسب بعد الزياده. انت ما يحتاج بالنسبه للانفكشن كنترول اوكي انه خلاص هذا راح يسوي لك امراض بالموضوع بس بالنسبه للعد انت كعدد لا يعني انت مثلا انا من اقول لك عد انت تقول لي انا وصلت ل 20 بعد نحتاج عد لا انت تحكي بالنسبه للانفكشن كنترول انه انا راح اعبر العتبه اللي خلينا نقول نسوي انفكشن اوكي ماكو مشكله بس الـ بالنسبه اللي اقول لك عد لا تختلف عرفت شلون؟ يعني هسه احنا الاتش بايلر الموجوده بمعدتنا هي بكتيريا هي نافعه بس من الزيت تعبر العتبه تمام راح تسوي انفكشن وهي مع العلم هي داخل يعني موجوده تعرف شلون؟ موجوده داخل بس من عتبه الايكولاي مثلا الايكولاي هم موجوده داخل يعني ضمن النورمال فلورا الموجوده بالجسم بس من تعبر العتبه اللي تحكي عليها حضرتك راح تصير شنو؟ انفكشن راح تؤدي الى يعني بها يعني خلينا نقول توابع يعني امراض تضيفين كيف ايش قد ما تريد بس الفكره شنو الفكره حتى نسهل من اجي اسالك ايش قد عدد مرات التخفيف انت راح تدخين بالموضوع ليش لانه انا مثلا انت اخذتي مثلا ايش قد الفكره ما تش تاخذين مثلا اي ماكو مشكله ايش قد يعني تاخذين واحد الى ثلاثه خلص راح تصير انت توصلين ثلاث تيوبات يلا توصلين ايش قد تسعة عدد مرات التخفيف بينما احنا بتيوب واحد وصلنا راس العشرة وهي الفكرة مالتي الصحيحة بالنسبة انه شنو بالنسبة انه الكولوني الموجود داخل هاي البكتيريا بيكون ما بيها نوم بس انت بالنسبة هسه هذا هسه انت مثلا كهذا هسه انت ايش قد تتوقعين فيه يعني كعدد 500 يعني هذه الدائرة الوحدة يجوز بها اكثر من 1000 هذه الدائرة هسه الموجودة فانت اذا تحكين برقم مهول ماكو ف يعني شلون يعني هذا الرقم اللي تحكين به